لما واحدة تعمل حادثة والدكتور يقول لها إن عندك فقدان في الذاكرة انفصامي، يعني مش كل الناس تقدري تفتكريهم، وخليكي دايما جنب الأشخاص اللي يساعدوكي تستعيدي ذاكرتك. وتكتشف بعدها إن في ثلاث شبان بيقولوا لها إن هما البويز فريند بتوعها، يبقى هنا لازم يكون في وقفة وتفتكر وتقول لنا عملتها ازاي. الاولاني شخص لطيف ومراعي، التاني شخص كده مبهج ومراعي برضه، التالت مديرها في الشغل شيك انيق ومراعي. نلاقي بقى عندها فن توظيف الوقت، يعني بتقدر تبدل ما بين الشبان وتقابلهم في المطعم اللي جنب بيتها في نفس اليوم عادي، ما بتتقفش من الفراغ العاطفي للي معلقاهم بيعدوا عليها بالليل بقى، وكل ما يجي واحد توزعه عشان تستقبل التاني، فبكده العشاء بيجي لها 3 مرات في اليوم. جبارة. بس يا جماعة ما تفهموهاش غلط، هي معاهم عشان صاحبة مرض وعايزة تفتكر على الأقل تشوف كانت بتحب مين، كله إلا سوء الظن، لأنها حست بتأنيب الضمير وقعدت تقول طب انفصل عنهم كلهم عشان كده أنا إنسانة لعوبة، اللي هو لا يا بنتي شيلي الأفكار دي من دماغي، خدي واحد ووزعي علينا الباقي. قعدت بقى تحكي لصاحبتها السنجل لغاية لما عيطت من حظها. على الرغم من كده صاحبتها عملت اللي عليها وحاولت تشوف لها حل وتقول لها مين طيب بتحبيه اكتر، وهي كل ما يخطر على بالها شخص تدي رياكشن كده للانشكاح والسهتنة وتحكي اشعار ومواويل وقد ايه هي مش عارفة تختار وان الجو ده عامل لها تعب اعصاب. طب انا دلوقتي مش فاهمه هي بتشتكي ولا بتغزي العين ولا بتغص صاحبتها، بس يا ريت يكون عندنا تعب اعصاب من النوع ده. المصيبه الاكبر انها اكتشفت ان الثلاثه معاها في نفس الشغل، يعني شفت المدير واتنين موظفين، ايه يا شيخه، وده انما على شيء فلا يدل الا على غباء احبائها الثلاثه، مش ذكاء خالص، ده غير من وقت للتاني حد يجي يشقر عليها ويطمن، وهي طبعا في قمة السعادة من قدها معدية، واللي ساترها معاها ان قانون العمل لا يسمح بالمواعدة داخل الشركة، فالكل لامم نفسه ومش موضح انه بيحبها. ايوة يا ستي. والغندورة بتراسلهم كلهم في نفس الوقت، ما بتتعبش نفسها في تغيير الرسالة، هي نسخ ولصق، فمثلا لما تخرج مع اصحابها في مقهى بتقول لهم، ولما يعرضوا عليها ان هم ياخدوها وهي مروحة ترفض، كله الا استغلالهم يا جماعة. فلما الخروجة تخلص بتلاقي الثلاث سواقين مستنيينها، يعني يا عيني كل واحد طلب لها سائق. ومن المثير للدهشة راحوا كلهم ورشة عمل، فالموظفين بيطلعوا رحلة ويقضوها لعب هناك، البطلة بقى كانت مكتسحاهم، فلو اللعبة عن أسئلة معرفة الشخص اللي قدامك فكانت ما بتسيبش سؤال، ما هي مصاحبهم كلهم وخبرة، وأي لعبة تانية هم بيخلوها تفوز من غير أي مجهود، لدرجة إنها كسبت رحلة والمفروض إن حد كمان يجي معاها، فلعبوا لعبة التحضير واللي يقفل عينه الأول يطلع بره، كل الموظفين خسروا واتبقى الثلاث أشبال حبايبها المثابرين، وكانوا واخدين اللعبة على أعصابهم لغاية لما حل الليل وواحد فيهم كسب. وفي ليلة لوز حد من الموظفين سألها هو أنتي مرتبطة؟ فقالت قدامهم كلهم أيوة أنا بحب واحد ناضج جدا وفي نفس الوقت طفولي، واللطافة عنوانه. فالتلات كروديات ضحكوا في نفس الوقت، حتى صاحبتها استغربت هو انتوا التلاتة مالكم معلش، فاللي هو اصل كلامها ده عظيم قوي ومحظوظ اللي معاها. فصاحبتها خدتها الشهامة بالمرة واعترفت للمدير انها بتحبه، بس هو رد عليها قال لها انا اسف مرتبط مخلص. ولما الدنيا ليلت اكتر والبطلة قاعدة لوحدها لقيت الشخص الاولاني دخل عليها وبيقول لها
الدنيا برد قوي، خدي قميصي. يا ليه المدير، القميص ده مش بيدفي، خدي الجاكيت بتاعي. يجي اللي بعده يشيل الجاكيت ويديها بلوفر، اللي هو ايه يا جماعة، وانتو كرجالة ما بتسقعوش ولا ايه؟ ولسه بقى هيخشوا في خناق بعض وهتتقفش. قامت معيطة ووجعت ضميرهم هما. فنانة يا أستاذة، فجأة ضميرها أنبها تاني، ده لو كان عندها أصلا، وكتبت بوست باللي حصل ممكن حد يفيدها. فلقت اللي بيشجعها واللي بيكسر مقاديفها واللي قالها خليهم يشربوا كده قدامك ومعدنهم هيبان. فلقيتهم كلهم طلعوا أنضف من بعض ومخليينها سعيدة. حد اقترح تاني تعمل قرعة، فالبنت اجتهدت وعملت، وهي بتختار التلاتة جيهم في ايديها. لا ده انت بتستظرفي بقى. لكن فجأة ازازة اتكسرت، فتمر على ذكرياتها شوية احداث. وانا ايوه بقى افتكري كده وقولنا يا معلمة. اتضح ان هي اول لما راحت الشركة وشافت المدير كانت حاساه بارد ودمه تقيل، بس بعدها لفت نظرها لانه قلبه دافي وجميل. اما تاني واحد المبهج فقابلته وهي بتعمل مقابلة الشغل وشجعها انها ما تخافش وتاخد نفس عميق فهتهدى. فاعتبرت ان الموضوع ده فعال ونجحت فعلا في المقابلة وعينيها بقت منه. التالت شال منها شوية صناديق وساعدها من نفسه فحبته. طب تمام، انا ما شفتش لغاية دلوقتي في ذكرياتك انهم لما حولك بالاعجاب سحرت لهم ازاي يا مصيبة. اتاري الموضوع كان فيه لابس وبيسرحوا بينا من اول المسلسل. التلات شبان كانوا راكبين عربية زمان مع بعض وعملوا حادثة، والشغل ساب كل الموظفين وكلموها هي تلحقهم. ولما لقت الدكتور قالها ان التلاتة مرة واحدة عندهم فقدان في الذاكرة انفصامي وهي سنجل ووحيدة، استغلت الفرصة قالت لهم كلهم انها حبيبتهم وتغفلوا. واكتشفنا ان طول حياتها كانت انطوائية وملهاش اصدقاء غير لما بدأت تكذب وبتقول في الجامعة انها بتسافر لندن وكمان تحوش وتروح افخم الاماكن على اساس ان هي بقى صريفة ومعاها فلوس وتتصور هناك عشان توري للناس قد ايه هي بقى جامدة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ده غير ان كان نفسها تبقى مضيفة، بس لما لقت صاحبتها دخلت شركة كبيرة والناس بتبارك لها قالت انا كمان هقدم. مش معنى هي، المهم ان صاحبتها كانت مرحبة بالموضوع جدا، مش صودة زيها. الانقح من كده ان كان ليها صديقة معلقة اتنين فغارت وقالت لا اعلم عليها وامشي مع تلاتة. خرب بيتك يا ولية. بس معرفش من ايه قررت ان هي تختار واحد وتحكي له الحقيقة. اختارت الشخص اللي كان شلها الصناديق من نفسه وكان لطيف جدا معاها طول المسلسل زي الباقي عادي، وقالت له كل اللي حصل ده كذب بس تحول حب الحقيقة، وهو فعلا غضب جدا. وانا بقى مستنية العصير بتاعه اللي انا عيني عليه يرميه في وشها ويلم عليها البشر اي ردة فعل تليق باللي حصل. لقيته بيقول لها اي حد مكانك هيعمل كده، وانا اللي هو ويت انت في كامل قواك العقلية مش شارب حاجة. ومن المخيب للامال اكتر ان هو بيقول لها شكرا لوجودك في حياتي ومن هنا ورايح هيبقى فيه صدق ما بيننا، مش هنكذب تاني صح؟ طموح قوي الوقت. الاجمد من كده ان هو مقتنع في الاخر ان مفيش حد غيره في حياتها، وهي اكدت له صعب عليا قوي ده سحر سفلي اكيد. وبعدين المستفزة بتبصلنا كده اخر المسلسل وبتقول لنا هو انتوا فاكرين انكم مختلفين عني؟ اه يا اختي انت لوحدك اللي كده، احنا لما بنتفرج على مسلسل بنحب كل طاقم العمل ما بنبخلش، مش تلاتة بس، ما تقارنيش نفسك بينا لو سمحت. اما عن اسامي بانزي الجميل، بسملة السيد، ندى سعيد، ولاء، زينب حسن، شريفة، بسنت ناصر، عبير، فاطمة سعيد، وداد سعد. اما عن الرسائل فايمان رأفت بتقول لكم دعولي يا جماعة انجح عشان انا علمي والمنهج صعب، وملك فوزي بتقول لكم ادعولي ان انا ابقى دكتورة كبيرة واسافر.
وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيون.